عاطرة وداخلة بعنوان مفهوم المسؤولية السياسية. هل المسؤولية السياسية مقصورة على من يحكم؟ هل السياسة شيء أم السياسة شيء للجميع؟ الأشخاص الطيبون لا يريدون أن يحكموا سواء من أجل الثروة أو من أجل الشرف. هم لا يريدون أن يعاملوا كمرتزقة ويطالبون علانية براتب مناصبهم، وليك اللصوص يجنون أنفسهم أرباح سرية من مناصبهم ولا ينجذبون إلى ذلك إلى تلك الأوسمة لأنهم ليسوا طموحين. لذلك يجب أن تجبرهم العقوبة على المشاركة في الشؤون العامة، كما أن هناك خطر الاستيلاء على السلطة طواعية دون انتظار الضرورة لتحمل بعض العار، ولكن يجب أن تحكم العقوبة الأشد من قبل شخص أكثر شرا من نفسه عندما يرفض المرء أن يحكم نفسه أنه خوف من هذه العقوبة. يبدو أن الأشخاص الشرفاء الذين نراهم في السلطة يتولون مسؤولية الحكومة، لذلك هم يتدخلون في الشؤون وليس لمصلحتهم الخاصة أو من أجل سعادتهم، لكن بالدفع الضروري لأنهم لا يستطيعون أن يعهدوا بها إلى أشخاص أكثر جدارة أو أقل يستحقون أنفسهم. لنفترض أن دولة مؤلفة من أشخاص صالحين، سيكون هناك بلا شك مؤامرات وهناك الهروب من السلطة كما هم الآن صنع الاستيلاء عليه. وسيتبين هنا أن الحاكم الحقيقي لم يجبر حقا على السعي وراء مصلحته الخاصة ولكن مصلحة الذات المحكومة، وأي عقل يفضل أن يلتزم بآخر على أن يكلف نفسه عناء إلزام الآخر. هذا الأمر ذكره أفلاطون في كتاب الجمهورية الكتاب الأول. يرى البعض أنه من المخالف للطبيعة، هذا البعض كما يرى أرسطو في كتاب السياسة الكتاب الثالث، أن يكون شخص واحد هو السيد المطلق لجميع المواطنين، حيث تتكون المدينة من أشخاص متشابهين لأنهم يقولون أن الكائنات المتشابهة في الطبيعة يجب أن تكون بحكم الفضيلة الضرورة نفسها طبيعية ولديهم نفس الحقوق نفس القيمة. أنهم يرسمون هذه النتيجة أنه إذا كان صحيحا أن توزيع متساوي للطعام والملابس بين الأشخاص غير المتكافئين هو أمر ضار بالنسبة للجسم، لذلك فهو أيضا فيما يتعلق بتوزيع الأوسمة وبالتالي يكون أمر نفسه عندما يتلقى الأشخاص المتساويين معاملة غير متكافئة. وهنا وهذا سيكون بالتحديد السبب في أنه من الصواب ألا يؤمر أحد بأن يطيع، وبالتالي يتم استدعاء كل مواطن بدوره للأمر والطاعة، وهو تناوب ليس إلا قانونا لأن النظام هو القانون. لكن ربما روسو في رسالة مكتوبة من الجبل الرسالة السابعة ألفها سنة 1764 يقول باتي إذا بدأ لا تختلف السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية التي تشكلان السيادة نفسها، فالشعب السيادي يشيء بنفسه ويفعل ما يشاء بنفسه، وسرعان ما يزعج هذا التعاون بين الجميع في كل شيء يجبر الشعب السيادة على تكليف بعض أعضاء بتنفيذ رغباته، ويقوم هؤلاء الضباط بعد وفائهم بتفويضهم تقديم تقرير عنه والعودة إلى المساواة العامة. تشكل الجسد الذي يعمل دائما بشكل غير واعي، والجسد الذي يعمل دائما لا يمكن أن يفاسد كل فعل لأنه يمثل فقط العناصر الرئيسية، وسرعان ما ينتهي الأمر بعدم تقديم أي منها. كلما زادت القوة التي تعمل أكثر من ذلك يزعج القوة التي تريد، وأخيرا فإن تقاعس القوة التي تريد ويخضع للسلطة التي تنفذها. هذا الأخير يجعل أفعالها تدريجيا مستقلة، وسرعان ما يشاء بدلا من العمل من أجل السلطة التي ترغب يتصرف بناء عليه، ثم تبقى في الدولة سلطة واحدة فقط وهي سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية القوة فقط، وحيث ما تسود القوة واحدة يتم حل الدولة. هذا كيف تموت جميع الدول الديمقراطية في النهاية. لكن بعد ذلك يرى ماكس فيبر في مهنة السياسي وموهبته الذي كتبه سنة 1919 يجب ألا ينخرط الموظف المدني الحقيقي، وهذه الملاحظة حاسمة في الحكم على النظام من السابق في السياسة على وجه التحديد بحكم دعوته، يجب أن يدير قبل كل شيء بطريقة غير حزبية. تنطبق هذه الضرورة أيضا على من يطلق عليهم موظف الخدمة المدنية السياسيون الرسميين على الأقل، نظرا لأن عقول الدولة أي المصالح الحيوية للنظام القائم ليست على المحك مهمة بشرط دون استياء ودون تحيز، وبالتالي لا يجب أن يفعل ما يضطر السياسي سواء القائد أو أتباعه إلى القيام باستمرار بشكل ضروري أي القتال. وفوق كل شيء للزعيم السياسي يخضع النشاط هذا الأخير لمبدأ المسؤولية الذي هو أجنبي تماما، حتى معارض يتكون شرف الموظف في قدرته على تنفيذ الأمر بضمير تحت مسؤولية السلطة العليا، حتى لو في تحدي لنصيحته وأصر على اتباع طريقة خاطئة. بدل من ذلك يجب أن ينفذ هذا الأمر كما لو كان استجابة لقناعاته.
دون هذا الانضباط الأخلاقي بالمعنى الأسمى للمصطلح، ودون هذه الطبيعة بالنفس ينهار الجهاز بأكمله. من ناحية أخرى، فإن شرف الزعيم السياسي شرف رجل الدولة الرائد يتألف تحديدا من المسؤولية الشخصية الحصرية عن كل ما يفعله، وهي مسؤولية لا يستطيع ولا يجب أن ينكرها أو يرفضها على عاتقه أي شخص آخر. كذلك يضيف ربما ماكس فيبر بكتاب إنسان العلم وإنسان السياسة البوليتيك لو سافون لو بوليتيك، والذي ألف سنة 1919 أيضا. يضيف يمكن أن نقول أن هناك ثلاث صفات محددة تجعل السياسي تحدد السياسي رجل السياسة أو إنسان السياسة: الشغف، الشعور بالمسؤولية، والعين العاطفة بمعنى الشيء الذي يتعين تحقيقه بموضوعية، أي تفهيم العاطفي للعقل الإله أو الشيطان الذي هو سيده. هذا ليس له علاقة بالسلوك الداخلي البحت الذي استخدمه جورج زيمل ليطلق عليه الإثارة العميقة، وهو سلوك خاص بنوع معين من المثقفين ويفضل الروس. هذا كله غير صحيح، ومن يثير الغضب في دوائر المثقفين المهوسين بهذا الكرنفال الذي تم تزيينه باسم غطرسة الثورة. كل هذا ليس سوى رومانسية لما هو موجود مثير للاهتمام فكريا، حيث يغيب شعور الموضوع بمسؤولية في شغف وحده وما كان سابقا لا يكفي. عندما يكون في خدمة قضية دون أن نتحمل مسؤولية المقابل، بين النجم الشمالي الذي يواجه نشاطنا فيه بطريقة حاسمة لا يفرق بين زعيم سياسي وإنسان آخر. أنت بحاجة إلى العين التي هي الخاصية النفسية المحددة للسياسي، يوبز البصيرة. هذا يعني أنه يجب أن يكون لديه القدرة على سماع الحقائق والتأثير عليه في التذكر والهدوء الداخلي للروح، وبالتالي معرفة كيفية إبقاء الناس والأشياء على مسافة. عدم الانفصال على هذا النحو أحد خطايا السياسي المميت. بعد ذلك ربما ذكرت حنا آرن في كتابها أيخمان في القدس تقرير عن تفاهة الشر الذي كتبت سنة 1963 مالي: اتفق الكثيرون اليوم على أن الذنب الجماعي لا يوجد أكثر من البراءة الجماعية، وأنه بخلاف ذلك لا يمكن أبدا أن يكون أي فرد مذنبا أو بريئا. من الواضح أن هذا لا يعني إنكار وجود شيء مثل المسؤولية السياسية والتي تختلف نسبيا عما قام فرد من أفراد المجتمع بذلك، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه من خلال من الناحية الأخلاقية ولا تقديمه إلى محكمة جنائية. تتحمل كل حكومة المسؤولية السياسية عن أفعال الحكومة السابقة، وكل أمة عن أفعال ماضيها. عندما يعني أعلن نابليون بعد تولي سلطة في فرنسا سوف أتحمل المسؤولية عن كل ما قاله في فرنسا من سانت لويس إلى لجنة السلام العامة، كان يؤكد فقط بتركيز معين على أحد المبادئ الأساسية في كل الحياة السياسية. لكن بشكل عام هذا يعني فقط أن ولادة كل جيل تتم في إطار استمرارية تاريخية، ولهذا السبب في أن خطايا أبائه تثقل كاهله كما تنعم بأعمال أسلافه. لكن هذا ليس نوع المسؤولية التي نتحدث عنها هنا. عندما يقول شخص ما أنه يشعر بالذنب ليس بسبب ما فعله ولكن بسبب تصرفات والده أو شعبه، فهذا فقط بالمعنى المجازي وليس بالمعنى الشخصي. ناحية الأخلاقية من السيء الشعور الذنب عندما لا يفعل المرء شيئا محددا مثل شعور ببراءة عندما يكون الأمر مذنبا حقا. بعض المسؤوليات السياسية للدول، لكن غير المعقول أن تكون هذه المحكمة محكمة جينية يدعى إليها الفصل في إدانة الأفراد أو براءتهم. مسألة الذنب أو براءة الفرد وإنصاف التهم ويعني على الضحية هي الأشياء الوحيدة التي هي على المحك في محاكمة جينائية. إذن هذه مداخلتنا حول مفهوم المسؤولية السياسية بين الذنب والبراءة. شكرا، إلى اللقاء في المداخلة السياسية القادمة. إلى اللقاء.